انا حاطط الكاميرا المره دي على اول الترابيزه، فانتوا شايفيني هنا عشان الشمس. ما علينا، يا رب الصوت يكون واضح لان الكاميرا تقريبا على بعد 2 متر. المهم النهارده تيك ريفيو عن البتاع الجامد ده، دالفايوتيك اي كي 2000 اس 2000 اس. النهارده انا هعمل انبوكسنج للبتاع ده واوريكم على المميزات اللي فيه، وهتشوفوا في الاخر الفوتج تيست. المهم البتاع ده عندي بقاله كتير جدا، ففايوتيك لو انتوا بتتفرجوا معلش انا اسف، اخر مره مش هتتكرر، لما يجي على طول هعمل عنه فيديو. المهم يعني هم عايزين رايي بصراحه في البتاع ده. طبعا بيجي الشنط الجميله بتاعتهم دي. نفتح الكرتونه، انا بحب افتح كرتونه اي حاجه جديده، الحاجات الكاميرا والتصوير والسكيت بوردنج واللابتوب والكلام ده، حاجه بصراحه جميله. لو انت مستني فلوج معلش انا اسف على الفلوج دوت، اقفل واتفرج على الفلوج بتاع بكره. لو عايز مهتم بالجهاز دوت اتفرج دلوقتي. انا سايب الفلوج بيحمل وانا اصلا متاخر وعندي شغل، رايح الشغل حالا، ولما هرجع من الشغل ان شاء الله اكمل التصوير بتاع الجيمبل. الفلوج النهارده انا عارف انه هيكون ميت. بس بس خلصت اول جزء في الشغل، عندي ساعتين، خلصت ساعتين الصبح وعندي ساعتين بالليل. والنهارده يوم من اطول الايام، فعلشان كده معلش سامحوني في اللخبطه بتاعت البلوج دي. روح البيت ونكمل الريفيو. الزحمه اللي انتوا شفتوها دلوقتي في الطريق ده، دي زي في حادثه. هنا في المانيا ما بيحصل حادثه يعملوا كالاتي، كل حاجه بتفضل مكانها، يعني ما بيجيبوش العربيات على جنب مثلا، ولا يجيبوا يعني اللي عامل حادثه يجيبوه على جنب وكده، لا هم بيسيبوا كل حاجه مكانها وبيقفلوا الطريق لحد ما يجي المهندس ويجي الاسعاف وكل حاجه تعين وتاخد الحاجه من مكانها، ويصوروا مكان الحادثه حتى لو حادثه كبيره او صغيره، وبعد كده يمشوا الطريق. فساعات بتوقف مثلا الطريق نص ساعه ربع ساعه حاجه زي كده وبيفتح تاني. بس بالطريقه دي كل واحد بياخد حقه وبيعرفوا الحادثه حصلت ازاي، عشان مفيش واحد مثلا بعد ما الحادثه تحصل يقوم طالع قدامه يركن على جنب يقول لا انا ما كنتش ماشي في الطريق ده، انا ما كنتش بعمل، مع ان في كاميرات وكده. واخيرا نتكلم عن البتاع ده شويه. خليني الاول اوريكم ايه اللي جوه العلبه. اول حاجه واجمد حاجه عجباني من ساعه ما فتحت البتاع ده الشنطه الشموا دي، بيقولوا شموا دي، اللي فيها الكابلات اسلاك التوصيل كلها بتاعت اي كاميرا. ده الفولو فوكس، دي الكابلات بتاعته. لو عايزين تعرفوا ايه اللي انا بتكلم عليه فولو فوكس وكده، في كذا جيمبل ريفيو عندي على القناه، خشوا اتفرجوا عليهم شرحت فيهم كل حاجه. دي طبعا البليت اللي بيركب عليها البتاع الصغيره دي ويتحطوا هنا، وبعد كده بحس ان انت تقدر تشيل الكاميرا، يعني دوت بيخش في الكاميرا، بس انا عشان معايا كاميرا واحده بس، الكاميرا الثانيه الصغيره اكيد مش هعرف احطها، فده بيخش تحت الكاميرا دي وبقدر ان انا اشيله واحطه في اي وقت، بحيث ان انا مش لازم كل شويه بظبط الجيمبل الاكسس اللي هي المواتير بتاعته يعني. عشان تسند العدسه، ده ترايبود اللي هو بيبقى تحت الجيمبل اللي هو بتحط عليه الجيمبل عشان تظبطه، في نفس الوقت بتمسك منه بيبقى زي اكستنشن اللي هي يعني تطويل للجيمبل. بس الاثنين دول بتوع الفولو فوكس. والبتاع الجميل ده هو ده الجيمبل نفسه، الديزاين بتاعه مختلف تماما عن اي جيمبل نزل، لان اي جيمبل نزل كله اسود في اسود، دول طبعا حابب يكونوا مختلفين، هم اصلا مختلفين بكذا اوبشن اقول لكم عليه دلوقتي. بس الايد دي الجديده، الايد الخشب دي، معرفش عمليه ولا لا، بس انا شايف انها مديه منظر جميل بصراحه، عامل زي الرشاش اللي اسمه AK 4000 حاجه زي كده. طبعا دي بتركب هنا من تحت، يبقى عندك ده الجيمبل. والحاجه الجميله فيه الاكستنشن دي، الاكستنشن دي بتتركب في الجنب بتاع الجيمبل كده اهو، بحيث ان انت تستخدم الجيمبل تعمل اللي هي الشوتس اللي هي بتبقى من تحت ديت، او يبقى مساعد ليك من هنا، تقدر طبعا بتشيلها وتغيرها بالشكل اللي انت عايزه. نيجي بقى في الفيوتشر بتاعت الجيمبل، الجيمبل دوت تقريبا هو كوبي بالظبط للفايوتيك اللي هو 4500، الفرق الحجم، الجيمبل ده صغير جدا، يعني لما تفكه كله من بعضه كده اهو ما بقلكش غير الحته دي، يعني بص قد ايه من دراعي. الجيمبل التاني تقريبا حد هنا مثلا. رقم اتنين، فايوتيك نفسها الشركه نفسها هم الجيمبلز الوحيده اللي مشهوره بالديسبلاي، فيها تاتش، انت من التاتش سكرين هنا بتعمل كل حاجه
لا داعي اصلا للابلكيشن، مش محتاج ابلكيشن، بتظبط الاوضاع براحتك، بتظبط السرعه، بتظبط كل حاجه بجانب الاوبشنز اللي فيه. ده بقى عامل زي ايه؟ زي العربيه الياباني كده المليانه اوبشن كتير قوي، او الكيا الكوري والحاجات دي. ولو شفتوا الجيمبل بتاع فايوتيك هحطه لكم هنا، هيظهر لكم، خشوا اتفرجوا عشان تعرفوا كل الاوبشن هو اللي هنا. الاوبشنز اللي فيه بصراحه تهبلك. بس هو ده كل حاجه عن الجيمبل. قبل ما انزل اصور الفوتج خليني اقول لكم ايه هي الاوبشنز الجديده اللي تختلف عن الفايوتيك ال 2000 اللي قبله، او اللي هو ال 4500 اللي انا عملت عنه ريفيو. رقم واحد، الديزاين الخشب فيه ده بصراحه مديله منظر جميل، انا عاجبني المنظر لحد دلوقتي. رقم اتنين، بيشيل لحد وزن 2.8 كيلو، طبعا الاكبر منه بيشيل لحد 4.5 تقريبا، ده بيشيل لحد 2.8. الميزه رقم 3، البطاريه اللي فيه بتتشحن بيو اس بي سي، بتتشحن في ساعتين، والجيمبل بيشتغل معاك 11 ساعه، والبطاريه اللي فيه انترنال يعني ما بتتشالش ولا تتحط، بكابل بتتشحن، ممكن تشحنها باور بانك وانت ماشي، لو هي مشحونه ممكن تشحن بيها كاميرا، تشحن بيها اي حاجه انت عايزها. USB-C. المواتير كلها فيها اللوك ده، يعني تقدر تقفل كل موتور، يعني شايفين اللي بيلف ده، لو انا عملت كده اهو مش هيلف كده، ثابت. الميزه طبعا زي ما قلت بتميزه عن اي جيمبل التاتش سكرين اللي فيه، في الرنج الجميله ديت بتتحكم فيها طبعا في الفوكس، ان انت تعمل فوكس، تقدر تخلي الرنج يتحكم في الزوم، او بتخلي الرنج يتحكم في الحركه يمين شمال فوق تحت رول. واخر حاجه طبعا في واي فاي وفي بلوتوث، يعني تقدر تتحكم فيه برضه عن طريق تليفونك. وفي نفس الوقت حجمه يا جدعان، حجمه رهيب بصراحه، يعني انا لازم ابقى معاكم صريح وواضح، انا طبعا دوت مش اعلان، انا بس بحتفظ بالجيمبل بقول رايي فيه بصراحه. الكواليتي بتاعت الجيمبل بصراحه عجباني، يعني دلوقتي هو خلاص وصل لنفس مستوى الشركات الثانيه اللي بتعمل جيمبلز زي زاين، زي موزا، زي دي جي اي. فدي الحاجه البوزيتيف. الحاجه النيجاتيف اللي انا حاسسها دلوقتي وانا بكلمكم، ان الايد الخشب دي بتزحلق كتير، يعني الثانيه كان في مثلا ملمس كده او حاسس ان في تحكم، انا حاسس ان الايد الخشب دي بتزحلق كتير، بس ممكن مع الاستخدام الواحد يتعود عليها، انما مديها شكل جميل. يعني الخشب دوت مدي بوزيتيف مدي نيجاتيف مع بعض، ميزه وعيب. الريفيو كده عن الجيمبل خلص، ما فاضلش غير حاجه واحده، ودي اهم حاجه في اي جيمبل، مهما بقى في خشب ما فيهوش خشب، في كفته، في كباب، اهم حاجه في الجيمبل طبعا النعومه بتاعت التصوير. يعني لما انا هنزل اصور دلوقتي اهم حاجه انت تشوف الصوره اللي طالعه فيها نعومه كافيه ولا انت شايف فيها حركه. طبعا انا هنزل الفوتج من غير ما اعمل لها اديت غير في الالوان بس، انما مش هعمل ستابيليزيشن ولا اي حاجه ان انا اثبت الصوره، انا هسيبها عشان اشوفها طالعه من الجيمبل عامله ازاي، دي اهم حاجه. لو الصوره عجبتكم يبقى الجيمبل دوت يستحق، لو شايفين الصوره فيها اهتزازات لا يتعرف ان هو الكواليتي بتاعته مش كويسه. قبل ما اكمل انا عايز اوريكم حاجه، الاضاءه اللي انا مركبها ديت المفروض انها عاليه جدا، يعني بص اصلا عامل ايه، انا حاطط الستاند دوت ساندو بالسلك بتاع الشاحن، مش عارف اسنده، يعني لو عملت كده اهو الاضاءه دي عاليه جدا، فبستخدم دي بس كان مشروع فاشل. المهم انا عندي شغل حاليا الساعه 7:30، نضرب قهوه تاني وبعد كده اطلع الشغل واشوفكم بعد الشغل. عشان تعرفوا بجد انا بعزكم قد ايه، الجو ساقعه جدي، العربيه متلجه اصلا، معرفش تشوفوا الكلام ده ولا لا. بصوا المنظر اللي ورايا عامل ازاي، ده البرج بتاع فرانكفورت. والساعه حاليا تقريبا 10 بالليل وعندي شغل الصبح بدري، بس قلت برضه اصور لكم مشاهد الجيمبل. فكرت اروح اصور فين، انا ورا النادي اللي شغال فيه فهصور العربيه. المهم بقى ايه، اختبر الجيمبل والعدسه ال 50 مللي بتاعت كانون، العدسه دي ارخص عدسه موجوده ومن اجمد العدسات بعد ال 85 مللي. فاتفرجوا على المشاهد دي واشوفكم بعدها. We'll be right back.
دلوقتي انا عندي مشكله بسيطه، الا وهي ان المكان اللي انا فيه ده ما فيهوش اي اضاءه خالص غير دي اضاءه العربيه اللي انتوا شايفينها دي، ما فيهوش غير عمود النور ده ده. فللاسف عايز اصور بالجيمبل شويه مشاهد تانية، بس ما فيش اي حاجه تانية هنا. والساعه دلوقتي بقت 11 بالليل ودرجه الحراره -1 -1، فانا هطلع البيت. تعالى ريفيو كده حلو قوي، الفلوج انتهى على كده. يا رب يكون ريفيو عجبكم، لو ما عجبكمش ان شاء الله الجاي يبقى احسن. صباح الخير، واسيبكم كوتي في الفلوج تاني. لايك سبسكرايب فن هف متغفنه.